اهلا وسهلا بالكل، اليوم معكم نوفمبر وجيتكم بحلقه جديده. بس قبل ما نحكي عن الحلقه ولعبتنا لليوم، بتمنى اذا كنت جديد اول مره بتشوف قناتي روح انزل وحط لايك واشترك ويلا. اوكي، اليوم رح نلعب اوفر واتش اللي صار الشيء الجديد اللي ناوي اليوم مفرجيكم اياه، انه نزل مود الارشيف الجديد. مود الارشيف تقريبا هو كل سنه بينعاد، بس تقريبا عم يضيفوا عليه مودات جديده وعم يغيروا شويه شغلات فيه. نزلوا تقريبا طريقتين لهذا المود، تشالنج وميشن. التشالنج بيفرق عن الميشن، انه بالتشالنج مثلا هوني اذا ماتت الشخصيه، مات الانمي ضدك او الشخصيه اللي ضدك بتطلع لافا وبتدمجك والى اخره. هوني عنكم انه بيصير ريج، بتريج الشخصيه ضدك البوت وبصير دمجه اعلى وكذا وهيك. انا جربتها شوي بس فصلت عنها، بس انا رح فرجيكم المود الاساسي فيها. ما رح نلعب تشالنجات هلا خالص. المود الاساسي فيها هو هدول هون، يا بتنقي اول هيرو يا اما بتنقي الستوري. بس ام براي نلعب هاي الستوري، خلونا نلعبها هارد. اوكي، يعني الدور يعني شويه اتوقع تكون سهله، خلينا هارد. ويلا يا شباب، هاي بلشنا. صار لي وقت كثير عم انطر الماتش. هلا رح يفرجونا القصه تبع الارشيف الايفنت تبع اللعبه. اتوقع اللي عم بيحكي هو ريبر، بس وقت كان اسمه بلاك واتش او هيك شيء. بلاك واتش بلايز باي اتس اون رولز. سمعت لكم، هاي مكري، هاي ريبر. والله شكله كثير حلو هون، وهي مويرا اكيد يعني مبينه من مهارتها هون. اسكنات تقريبا هون عاديين، طاري لهم فقرة كتير، طاري لهم فقرة مثل وقت كانوا بلاك واتش. اما ما يحطون هنيك مش وين راحوا. هاي كينجي كتير حلو، وهذا اتوقع البوس اللي رايحين له بدهم يقتلوا مرتزقة هنن كذا. بلاك واتش مرتزقة وبدهم يقتلوا لها. من لهجته يعني يا روسي يا اما ممكن هندي، بس متطور شوي، بس هندي روسي عفوا روسي. لاحظوا على هجته، او ممكن حتى عربي يعني، بس هيك بس روسي. انا هيك بالشكل يعني روسي بقول. Looks like we're going with plan B. خلينا نحط شو بنكبس، لازم نكبس بس مشان هي. انا بطمح حتى اخذ كينجي، يا رب تلحق اخذ كينجي. تمام، هي اخذنا كينجي. كينجي هون كثير في شيء صاير بالشخصيات. انا من شوي فكرت انه في مثلا جليتش او هيك شيء، او حدا مشتري مثلا هاي الاضافه، ولا طلع. لاحظوا على عيون الشخصيات، طلعوا معي على عيونهم. لا شكلهم كثير بضحك. Looks like they've got this place sealed tight. Someone start a breach on the front door. هون لازم نستنى، ممكن حتى ينفتح هذا الباب. Now we wait. طلع في شيء هون عم يدور. عم ينفتح. I suspect we'll find something to occupy your time. كثير شخصيات هون. او هذا الانمي بدي اشوف. بقدر هون اعمل كثير داش، يعني الشخصية هون اكثر وحدة بتسلي تبعت كينجي، لانه بقدر اطلع اعمل داش داش داش، كل ما بقتل واحد بتجدد. وين هذا؟ So what do we do now, boss? We get out of this room and head through the city to the extraction point. After that, we sit tight and hope someone comes to pick us up. Mm-hmm. Quite a plan B. Not sure why I was even worried. شوفوا لي على الحركة الحلوة. طلعوا منهم بدهم يطلعوا كلهم. Easy. مدري كم واحد، بس يعني كمية جيدة. لا. تعال نحصل ياهم. يلا. يلا ابلع. نايس حلو. كينجي هون بمودات المودات الكو اوب كثير 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 بيسلم. مثلا داش 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 داش. لا مو هيك. We're making progress on the door. How's everyone doing? Couldn't be better. Just grand here. Okay, boys. أصل وين من هنا بدنا نجو؟ كانوا طبعا شوي لقربنا خلاص. وينه؟ عشان شو بدك تجي هناك؟
معنا قلت لا قتلوني. اوكي هيني بليز تمام هاي سيئة بس هاي مانا صعبة يعني صحيح حتى انا اللعبان الاصعب منها ويمكن فايزة ما بعرف اذا فايزة او لا في هذا لسه هوني علقت بهديك يلا موت روح تعال اقف جنبها شو بصير والله طيرونا شوي سامي شي ما دمجنا بس حطينا شوي هيت heard you troublemakers might need a ride head for the art gallery I'll pick you up there you heard her let's move هلا بتطلع يمكن واحد تمام سنايبر لازم هلا بتطلع سنايبر اوكي خلينا نجرب عم نجرب اكس عليها نايس حلو والله شي حلو كيزي خارق بس يعني بده كثير واحد يتمرس لهي الشخصيه انا ماني كثير من المحبين تبع كينجي بس يعني طيب مستني يلا موس تعال نستعمل عليهم قلتين يلا موت يلا لا نص راحت على الكاب ولي هذا اتوقع ممكن بيعمل ستان بوقفك بارضك don't let her get too close to you ان شاء الله ما تجينا هاي لا علقت لها اوكي باي يلا حبيبي تمام بص ثاني اوكي يلا حبيبي جيتك شغل لقطتين بس خلينا اول شيء تعال وش انك تخليهم تعال يلا حبيبي في واحد من تيمي مات لا قتلوني يا رب ما نموت بس معنا ريبر يعني ريبر عنده لايف ستيل كثير قوي يلا قومني انا ماني كثير لعيب بكينجي بس بنتخلى هون يعني قولي كنا رح نخسر لا لازم نركز هلا انا عم ما تحبس ونوص بالابيليتي تبع هاي الشخصية عشان بس تسلى لا دخيلك ان شاء الله ما نخسر خلينا نخلص هذا الفيديو بسرعة نايس تعمل ريبر التي تبعيته والله كثير حلو في هوني سنايبر لا قتلت انا اكستراكشن بوينت ان سايت وي نيد بيك اب ناو نفس هدول الشكشوكات اللي بزتهم كينجي يعني كثير بيطولوا لحتى يوصلوا لكن ليش انا ما كنت كثير لهم شخصية بس كويسة ضل اعمل داش مثل ما شفتوا هلا من شوي I'm terribly sorry but we are unable to accommodate walk in we're at the extraction point where are you هوني اخر منطقة بعد مدري شو بيصير يمكن بيدمروا لنا على منطقة ثانية ويمكن تخلص بس لازم نصمد هوني لازم نقتلهم كلياتهم بس بيكفتوا كفت مثلا مثل هلا هي طيارتين ما مدى صيبه ولا وحده تقول ضربني العمى يا رب تيمين ما يموت تيمين ما نوز يادا This is your fault, Commander. We had a plan. We could have walked Antonio. ميكري عم يحكي لريبر عم يقول له انه هاي غلطتك كذا ومدري شو عم يبهدله يعني عم يبهدله بهدله مرتبه. نايس يوش لازم نضل سوا عشان نشيل الكتف عن رفقاتنا احسن ما يموتوا حسن انا بدل نازو يعني بالاخير هلا ولا بعدين ماني شايفه لهذا خالص يلا تعال يا رب ما بتخلف
بآخر الماتش بتجيك ويف كلها أساسن تقريبا كل أساسن كلهم بيوقفوا. أوكي تعال تعال يلا 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 تعال ما لازم خليهم يتكدسوا بيصيروا بعدين كتار كتير وما بوقف بس هي نورمال يعني وهيك من أول شيء شفنا بداية كتير سيئة كتير زي. هذا الكبير هون لا لا جيتا كلك لا يا الله يا محمد عدمه يا محمد عدمه هذا الريبر لازم يوقف وشه لانه هو عنده لايف كتير ريبر ما بيقدر يجيني طبعا نايس نايس I have visual on your position. I'm coming in for a landing, but it's gonna be a little hot. Everyone, get ready to get on board. أتوقع خلصنا. طلعوا فوق صاروا 3 نجوم. يعني لسه نجمة يمكن ما خلص. إذا ضلينا أكثر أتوقع إنه بيعطونا شغلات زيادة. Blackwatch team, get to the roof of the restaurant for immediate evac. This is it. Don't do anything stupid. لا 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 لا. عملت له داش بنص قلبه. لا أدري. أنا كثير شخصيتي كثير سكوشي هون. مو بسرعة. Doors are open. Everyone get on board so we can get out of here. Ah, second too soon. Can I make an escape? Kenji's down. تركوني والله تركوني تيمي تركني. ألح عليك أنا متحاس. بس مهم هيك فزنا يعني ما صار شيء هيك فزنا كلياتنا. Our target was dead. وهي النهاية. So I guess he got what was coming to him. Still, didn't seem right. هي صعوبة هاي المشن مو هون صعوبتها بالبعد الهارد هدول اللي مدري شو اسمه في لسا يمكن ليجند او هيك شي هذا دوم فيست هون هذا سكوري والله كويس سكوري تقريبا 305 هون قتل 118 لا دمجه المكري شلون ريبر هون دمجه هيك والله هذا نوب بيكون ما بيعرف يلعب ريبر اساسا وبهيك وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم بتمنى يكون الفيديو عجبكم تقدر تترك تعليق تحت حتى تساعدني بتطوير المحتوى وتعطيني فكرة عن ذوقك اللي بتحب تلاقيه بقناتنا وبس كان معكم نوفمبر وسلام.